السلام عليكم، مرحبا بكم الإخوان. في هذا الفيديو بغينا نتكلموا على الطاقة الشمسية اللي هي الموضوع اللي جديد وكل شيء كيبغي يعرف عليه معلومات. الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة. الإخوان كما كتشوفوا معنا، الطاقة الشمسية عندها مجموعة ديال الاستعمالات. الآن الحالة اللي غادي نشوفوها اليوم هي الطاقة الشمسية من أجل يعني السقي، يعني في الضيعات الفلاحية، باش يكون الروندمون مزيان ويكون لا فريكونس طالعة مزيان، باش البومبا يعني اللي كتطلع الماء من البير تشتغل بشكل جيد. يعني كل ما كانت الشمس مزيان، كل ما كان الديبي ديال الماء ديال السقا كيكون مزيان. إلا كان شوية ديال الضبابة ولا شوية ديال الشتاء، يعني كيكون الديبي ناقص. و اون جينيرال يعني كاين هناك اشتغال، يعني كتشتغل ولو ما تكون الشمس، يعني يكون النهار تكون غير الاشعه، راه الامور كتكون في احسن ما يرام. نتوما كما كتشوفوا معنا تلاحظوا بان هاد لا ستركتور هادي راها مديوره مقاده مزيان، وخصوصا يعني المناطق اللي فيها الريح، يعني كنصحوا الناس باش تكون لا ستركتور مزيانه، لان على ود الريح والوقيته ديال الشتاء يعني ممكن الريح انه يحدث خلل بهاد الباستريكتور هادي. يعني من الاحسن انها تكون مخدومه مزيان وما تكونش عاليه من الارض بزاف، يعني كما كتلاحظوا ما تكونش عاليه من الارض بزاف باش الريح ما تكونش عنده واحد القوه انه يغلب عليها. او ميم طون ما بين اللوحات الشمسيه يكون واحد شويه ديال الفراغ، واحد شويه ديال الفراغ ما بين اللوحات الشمسيه، باش الريح ما يعمرش مزيان في لي بلاك ويزعزعهم بلاصتهم. يعني يكون واحد البلايص منين يهرب الريح، ما تكونش مسدوده بشكل نهائي. هذه هي لابواط اللي كتجمع لنا هاد سترينغ هذا اللي كاين. كتجي لابواط هي فيها كيتجمعوا يعني هاد لي بلاك، الخيوط ديال لي بلاك كاملين، من تما كيدوز، يعني تما كيتجمع باش كيمشي عاوتاني عند الجهه الاخرى. هذا لاتير اللي كتشوفوا، يعني لا ميزالاتير مهم بالنسبه للانرجي سولير. يعني لا ميزالاتير خصو يكون ان يقدر يكون مشكل ديال الرعد ولا البرق ولا شي حاجه، يعني ضروري تكون واحد لا ميزالاتير اللي يمكن لها تحمينا من هاد الصعقات الكهربائيه اللي ممكن توقع. هذا التستيفه الثانيه ديال لي بلاك، حتى هي مخدومه بنفس الطريقه في الاتجاه ديال الاولى حتى هي، وبطريقه يعني مقاده مزيان. نتوما كما كتشوفوا معنا، بالنسبه لهاد لي بلاك هادو كاينين فيهم واحد العدد كل الانواع بزاف. هادو 280 واط، يعني 280 واط في لابلاك. هادو اللي كتشوفوا حاليا كاينه 108، يعني كتخدم لنا واحد لا بومب ايميرجي ديال السقا 25 كيلو وات. 25 كيلو وات يعني كتخدم بواحد الشكل مرتاح. كتاخذ الضوء ديالها الكافي، وكما قلت لكم على حساب النهار، على حساب الايام، واش في الصيف ولا في الشتاء ولا في الايام الاخرى. يعني من بالنسبه للصيف راه كتخدم مزيان، الشتا كيكون اصلا كتكون الشتا، يعني الانسان ما كيكونش كيسقي بزاف، كتكون الشتا. وكاين الايام المشمسه الا بغى الانسان يستافد من السقي راه كيكون بامكانه، انك ما قلت لكم راه بالاشعه ديال الشمس كيمكن لها تخدم البومبا كديماري. ها هي لي بلاك كتشوفوا الخدمه ديالهم، كما قلت لكم هي كاينه ما بين لا بلاك ولا بلاك. خلينا واحد شويه ديال الفراغ، يعني على اساس الريح من اللي كيعمر في الظهر ديال لابلاك يكون عنده فين يهرب باش ما يحدثش واحد الخلل بهاد اللوحات الشمسيه. هانتوما ما بعيداش من الارض بزاف باش ما يكونش عندها واحد العلو، لان يعني الريح كيدوز دائما على واحد النيفو يكون عالي شي شويه، يقدر يكون عنده يحدث واحد الخلل. فهاد الحاله هادي مزيان، لان يعني ما كاين الارض مزيانه، ما كاين حتى شي مشكل، يعني شي شجره ولا شي حاجه اللي غادي تضرك الشمس، ولا شي دار ولا بنايه. يعني واخا تهبط لابلاك ما كاين حتى مشكل، يعني الشمس كتوصل في جميع الاماكن.
وهذا الرونجي ثلاثة، يعني كاين ثلاثة ديال الرونجي، يعني لا توتاليتي هي 108 ديال لي بلاك كيتجمعوا كاملين. يعني داكشي داكشي ديال الضو اللي كيتجمع كيمشي لونديلور كما كتشوفوا. دابا كنبعدوا الصوره باش تبان كيفاش مخدومه. ها هي بهذه الطريقه هذه. من بعد ملي كيتجمعوا هاد لي بلاك كاملين كيوقع واحد لا ليزون ما بيناتهم، وكيمشي الكابل على حسب فين عندك فين غادي يكون عندك الفارياتور سولير، فين ما كان اللوكال تكنيك ولا لارموار اللي غيتحكم في هذا الشيء. هذا كيمشي له الضو. من بعد عاد كتقوم الفارياتور بتحويل التيار اللي يكون كومباتيبل مع الـ مع الـ مع البومبا. ما كتشوفوا معنا، يعني خدينا واحد لا فيديو يعني جميع النواحي، جميع النواحي ديال هاد اللوحات الشمسيه.